السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك علينا وعليكم. اليوم حيكون مقطعنا أو طوال شهر رمضان رح تكون مقاطعنا يومية، حيكون عندنا 30 مقطع طوال شهر رمضان. حسمي المقاطع اللي حتكون في شهر رمضان أو سلسلة المقاطع اللي رح تكون في شهر رمضان، حسميها سلسلة بترون من كتاب. أنا اخترت لكم هذا الكتاب اللي هو كروشي بوردر. ليلة رمضان نزلت لكم مقطع كيف تعملي الإطار حوالين الأقمشة أو حوالين الملابس، هحط لكم رابط المقطع أسفل المقطع هذا. يعني أنت محتاجة تجهزي قطعتك اللي رح حابة تشتغلي عليها، سواء كانت شرشف صلاة، فستان، أو حتى لو كانت كمان قطعة كروشيه أنت مسويتها بطانية أو هي حاجة تانية وحابة تعملي معاها الإطار، تقدري تبدأي معايا. هحتاج للمقطع سنارة كروشيه مناسبة للخيط اللي عندك، أو أصغر أو أكبر زي ما أنت حابة. أنا مستعملة 2.25 ملليمتر، أصغر من المقاس المقترح للخيط. الخيط اللي أنا مستعملته اسمه ناتشر كوتون، ومقص وإبرة للتنظيف، وطبعا شيء أساسي الحاجة اللي أنت حابة تشتغلي عليها. وإذا عندك الكتاب تفتحي على البترون عشان تتابعي معايا على البترون. رح أبدأ شغلي في البترون وفي كل البترونات حقت الكتاب بإني أعمل دور أساس غرز حشو حوالين القطعة كلها. ففي كل فراغ رح أشتغل 2 غرزة حشو، في كل فراغ رح أشتغل غرزتين حشو. هذا حيكون معايا شيء أساسي في كل البترونات أو في كل الإطارات اللي أنا رح أعملها إن شاء الله طول الشهر. فرح أبدأ هعمل هرتفع سلسلة، وراح اشتغل عند اول فراغ اول سلسلتين، اول غرزتين حشو، في الفراغ اللي بعده غرزتين حشو، في الفراغ اللي بعده كمان غرزتين حشو، حكمل لين اوصل عند الزاوية في كل فراغ ما بين الزوايا رح اشتغل غرزتين حشو. هيكون عندي هذا هو دور الاساس في كل البترونات ان شاء الله. طبعا على الغرزتين الحشو على حسب فراغك، فحاولي انك ما تكوني مكبرة فراغاتك عشان فراغك يتحمل الغرزتين، وما يكون صغير وما يتحمل غير غرزة واحدة. شايفين كيف؟ في الزاوية رح اشتغل 3 غرز حشو، ورح اكمل بعد كده غرزتين حشو في كل فراغ. لما نحجي عند الزوايا رح اشتغل 3 غرز حشو. أنا حكمل خلف الكاميرا وحجيكم وقت التكفيل. هذا هو شكل قطعتي لين الآن، حكمل وأرجع لك.
الآن أنا قربت أوصل للنهاية، رح أشتغل غرزتين في الفراغ اللي قبل الزاوية. في الزاوية رح أشتغل 3 غرز حشو، في آخر فراغ رح أشتغل 2 حشو، ورح أقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو أنا عملتها في بداية السطر. وهذا هو شكل قطعتي. كده أكون أنا خلصت من الدور الثاني من أدوار الاستعداد. الدور الأول كيف إنه عملته، إني أضفت الكروشيه للقطعة اللي أنا بشتغل فيها. ثاني شيء عمل دور استعداد عبارة عن 2 حشو في كل فراغ، 3 غرز حشو في الزوايا. بترولنا لليوم 21 من رمضان، بترول رقم 73 من الكتاب. هذا هو شكل البترول. الآن عشان أبدأ دوري الثاني، أنا غرزة اللي قفلت بيها الدور السابق عندي قبل غرزة المنتصف تماما، فرح أعد بعد غرزة المنتصف 4 غرز حشو رح أقفل فيها بمنزلقة. أنا أوريدي مقفلة في أول واحدة، رح أقفل في الثانية، أقفل بمنزلقة في الثالثة، منزلقة في الرابعة. في الغرزة الخامسة رح أعمل، رح أرتفع سلسلة، رح ارجع لنفس الغرزة اعمل اول غرزة حشو، حرتفع 5 سلاسل، رح اتجاهل 4 غرز حشو، في الخامسة رح اعمل غرزة حشو، حرتفع 5 سلاسل، حتجاهل 4 غرز، وفي الخامسة حشو. 1 2 3 4 5، هتجاهل 4 غرز حشو، في الخامسة رح اعمل غرزة حشو. هرتفع 5 سلاسل، رح اتجاهل 1 2 3 4، وفي الخامسة اللي هي عندي الغرزة غرزة المنتصف تماما رح اعمل فيها حشو، حرتفع سلسلة، حرجع لنفس الغرزة أعمل حشو. كده أكون أنا عملت الزاوية. إذا في غرزة الزاوية تماما رح أعمل حشو، سلسلة حشو، حرتفع 5 سلاسل، ورح أتجاهل 4 غرز حشو، وفي الخامسة رح أعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5، حتجاهل 4 غرز حشو، وفي الخامسة رح أعمل غرزة حشو. هكمل بتروني بنفس الطريقة، 1 2 3 4 5، هتجاهل 1 2 3 4، والخامسة اللي هي غرزة المنتصف تماما رح أعمل فيها غرزة حشو، حرتفع سلسلة، رح أرجع لنفس غرزة المنتصف أعمل حشو ثانية، وحرتفع 5 سلاسل، حتجاهل أنا عندي هنا 1 2 3 4 5 غرز حشو من الدور السابق. الآن رح أقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو أنا بدأت بيها الدور. وهذا هو شكل بتروني لين الآن. راح أبدأ دوري الجديد من محل الإقفال بإني أرتفع سلسلة وأرجع لنفس الغرزة وأعمل غرزة حشو، حرتفع سلسلتين، هتجاهل فراغ 5 سلاسل، وفي غرزة الحشو التالية رح أعمل عمود بلفة سلسلة،
هرجع لنفس الفراغ، عفوا عمود بلفتين سلسلة، هرجع لنفس الفراغ عمود بلفتين سلسلة، هرجع لنفس الفراغ عمود بلفتين سلسلة، هرجع لنفس الفراغ عمود بلفتين سلسلة. أنا كده عملت في الفراغ 4 أعمدة بسلسلة، أعمدة بلفتين سلسلة. بعد آخر عمود رح ارتفع سلسلتين مو سلسلة واحدة، هتجاهل الفراغ، وفي غرزة الحشو التالية رح اعمل غرزة حشو، هرتفع سلسلتين في الفراغ، رح اعمل غرزة حشو، هرتفع سلسلتين في غرزة الحشو التالية، رح اعمل غرزة حشو، هرتفع سلسلتين، هتجاهل الفراغ، وفي غرزة الحشو رح اعمل 4 اعمدة بلفتين يفصل ما بين كل عمود وعمود غرزة سلسلة. اثنين سلسلة، ثلاثة سلسلة، العمود بلفتين الرابع بعده هرتفع سلسلتين، وفي غرزة الحشو رح اعمل غرزة حشو. وهذا هو بتروني لين الان. بعدين حيجيني فراغ الخمس سلاسل، قبله رح ارتفع سلسلتين، بعد غرزة الحشو الاخيرة رح ارتفع سلسلتين، في فراغ الخمس سلاسل رح اعمل غرزة حشو، هرتفع سلسلتين، في غرزة الحشو التالية رح اعمل غرزة حشو، هرتفع سلسلتين، في غرزة الحشو التالية رح اعمل 4 اعمدة بلفتين يفصل ما بين كل عمود وعمود سلسلة. هذا الثاني سلسلة، الثالث سلسلة، الرابع سلسلتين. الآن أنا عندي الزاوية تماما، هتجاهل الفراغ، وفي غرزة الحشو اللي من الزاوية، الزاوية عندي غرزة حشو سلسلة حشو، في الحشو الأولى رح أعمل حشو من الزاوية، هرتفع سلسلتين، في فراغ السلسلة رح أعمل 4 أعمدة يفصل ما بين كل عمود وعمود سلسلة. أنا عملت 4 أعمدة، الآن رح ارتفع سلسلتين، في غرزة الحشو الثانية من الزاوية رح أعمل غرزة حشو. هذا هو شكل بتروني لين الآن. رح أكمل بعد الزاوية زي ما انتهيت، هتجاهل الفراغ، هرتفع سلسلتين بعد الحشو، هتجاهل الفراغ، وفي غرزة الحشو التالية رح أعمل عمود بلفتين سلسلة 4 مرات. 2 3 بعد رابع عمود بلفتين هرتفع سلسلتين، هتجاهل الفراغ، في الحشو حشو، هرتفع سلسلتين، في الفراغ حشو، هرتفع سلسلتين، في غرزة الحشو حشو، هرتفع سلسلتين، في غرزة الحشو التالية رح اعمل عمود بلفتين سلسلة 4 مرات. دي 1 2 3 رابع عمود بلفتين بعده سلسلتين.
جاهل الفراغ في غرزة الحشو، حشو الآن أنا في الزاوية بعد غرزة الحشو الأولى من الزاوية، راح أرتفع سلسلتين في فراغ السلسلة، راح أعمل 4 أعمدة بلفة بلفتين سلسلة 4 مرات. اثنين، ثلاثة، رابع عمود بلفتين بعده سلسلتين في غرزة الحشو الثانية في الزاوية، راح أعمل حشو، حرتفع سلسلتين في غرزة الحشو إحجاه الفراغ 5 سلاسل، في غرزة الحشو التالية 4 أعمدة بلفتين يفصل ما بين كل عمود وعمود بلفتين غرزة سلسلة. سلسلة 4، ارتفع بعد الرابع سلسلتين حتجاهل الفراغ في غرزة الحشو حشو، حرتفع سلسلتين في فراغ 5 سلاسل حشو، حرتفع سلسلتين في الحشو حشو، حرتفع سلسلتين في غرزة الحشو 4 أعمدة بلفتين سلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلتين. الآن أنا في نهاية الدور، راح أقفل بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو أنا بدأت بيها دوري. كده أكون انتهيت من الدور التالت عشان أبدأ الدور الرابع. حرتفع سلسلة في غرزة الحشو مكان الارتفاع، راح أعمل بعد الحشو الأولى راح أرتفع 3 سلاسل في فراغ السلسلتين، راح أعمل حشو، حرتفع 3 سلاسل في العمود بلفتين راح أعمل حشو، حرتفع 3 سلاسل في الفراغ حشو، حرتفع 3 سلاسل في العمود بلفتين حشو، حرتفع 3 سلاسل في الفراغ حشو، حرتفع 3 سلاسل في العمود بلفتين حشو، حرتفع 3 سلاسل في الفراغ حشو، حرتفع 3 سلاسل في فراغ في العمود حشو، حرتفع 3 سلاسل في الفراغ حق السلسلتين حشو، حرتفع 3 سلاسل في غرزة الحشو حشو. هذه بالنسبة للزاوية. الآن راح أتجاهل فراغ السلسلتين في العمود، راح أعمل حشو في فراغ السلسلة حشو، في العمود حشو في فراغ السلسلة حشو، في العمود حشو في فراغ السلسلة حشو، في العمود حشو. الآن
الآن في فراغ السلسلتين التالي راح أعمل 2 حشو في الحشو حشو في فراغ السلسلتين 2 حشو في الحشو حشو في فراغ السلسلتين 2 حشو في غرزة الحشو حشو في فراغ الاثنين سلسلة حشو اثنين حشو في غرزة العمود حشو في فراغ حشو في العمود حشو في الفراغ حشو في العمود حشو في الفراغ حشو في العمود حشو الآن أنا في غرزة الحشو اللي في الزاوية. طبعا هي الزاوية عندي اللي راح تكون مختلفة عن الأضلاع. هذه هي شكل الزاوية وهذا هو شكل الضلع. ففي الزاوية راح أعمل في غرزة الحشو حشو، حرتفع 3 سلاسل. في فراغ السلسلتين راح أعمل حشو، حرتفع 3 سلاسل. في العمود راح أعمل حشو، غرزة العمود بلفتين راح أعمل حشو، حرتفع 3 سلاسل. فراغ السلسلة اللي بعد العمود راح أعمل فيه حشو، حرتفع 3 سلاسل. في العمود راح أعمل حشو، حرتفع 3 سلاسل. في الفراغ حشو 3 سلاسل. في العمود حشو 3 سلاسل. في الفراغ حشو 3 سلاسل. في العمود حشو 3 سلاسل. في الفراغ سلسلتين حشو 3 سلاسل. في غرزة الحشو الثانية من الزاوية راح أعمل غرزة حشو. وهذا هو شكل الزاوية عندي. الآن بعد الزاوية مباشرة حيجيني فراغ السلسلتين راح اتجاهله، وفي العمود راح أعمل حشو، في فراغ السلسلة حشو، في العمود حشو، فراغ السلسلة حشو، في العمود حشو، فراغ السلسلة حشو، في العمود حشو، في فراغ السلسلتين حشو مرتين، 2 حشو يعني، في الحشو حشو، في فراغ السلسلتين التالي 2 حشو، في غرزة الحشو التالية حشو، في فراغ السلسلتين حشو، في غرزة الحشو حشو، في فراغ السلسلتين حشو 2 حشو، في غرزة العمود بلفتين حشو، في الفراغ حشو، في العمود بلفتين حشو، في الفراغ حشو، في العمود بلفتين حشو، في الفراغ حشو، في العمود بلفتين حشو، في الآن حيجيني فراغ السلسلتين التالي مباشرة للزاوية راح اتجاهله. فراغ السلسلتين المباشر للزاوية راح اتجاهله، وفي غرزة الحشو الأولى من الزاوية راح أعمل حشو، في فراغ حرتفع 3 سلاسل، في فراغ السلسلتين راح أعمل حشو، حرتفع 3 سلاسل، في العمود بلفتين راح أعمل حشو، حرتفع 3 سلاسل، في فراغ السلسلة حشو،
ثلاث سلاسل في العمود حشو، ثلاث سلاسل في الفراغ حشو، ثلاث سلاسل في العمود حشو، ثلاث سلاسل في الفراغ حشو، ثلاث سلاسل في العمود حشو، ثلاث سلاسل فراغ السلسلتين حشو، ثلاث سلاسل في غرزة الحشو حشو. حتجاهل فراغ السلسلتين التالي مباشرة بعد الزاوية، حتجاهله في غرزة العمود بلفتين حشو، في الفراغ حشو، في العمود بلفتين حشو، في الفراغ حشو، في العمود بلفتين حشو، في الفراغ حشو، في العمود بلفتين حشو، في فراغ السلسلتين حشو، في الحشو عفوا في فراغ السلسلتين اثنين حشو، في الحشو حشو، فراغ السلسلتين اثنين حشو، حشو حشو، فراغ السلسلتين اثنين حشو، في الحشو. الآن هقفل بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو أنا عملتها، حتجاهل الفراغ السلسلتين راح أقفل بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو أنا بدأت فيها الدور. حرتفع سلسلة وراح أنهي شغلي، وبكذا أكون انتهيت من إطارنا لي اليوم. أتمنى أن المقطع عجبكم وفادكم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وتابعوا الجديد اللي راح ينعرض في القناة في الانستغرام، رابط الأكاونت أسفل المقطع. هذا كل شيء بالنسبة لليوم، وأشوفكم بكرة بإذن الله. باي.